كلابمان هو طراز صممته وصنعته BMW تحت اسم وشعار ميني لاستهداف الأشخاص يلي بيحبوا سيارات ميني بس بفضلوا الحصول على مساحة داخلية أكبر وعلى عملانية معززة أكتر. والجيل الأول من ميني كلابمان انطلق بالأسواق سنة 2007 قبل ما يتم تقديم الجيل الثاني اعتباراً من سنة 2015. وبالنسبة لجون كوبر ووركس فهي الشركة المتخصصة بتعديل سيارات ميني لمنحها نفس رياضي بالشكل وبالمضمون. ومن خلال الدمج بين كلابمان وجون كوبر ووركس عم نحصل على ميني كبيرة وعملانية وبنفس الوقت نشيطة وديناميكية مع لمسات رياضية. تصميمياً تعتبر الواجهة الأمامية للفئة جون كوبر ووركس من كلابمان رياضية أكثر مقارنة بالفئة العادية بفضل تعديلات طالة شبكة التهوئة والإضاءة وغيرها. ومن الخلف تم كمان تعديل شكل الإضاءة وعاكس الهواء بالأسفل إضافة لفتحة الأكزوست. ومن الممكن ملاحظة استخدام لونين على مستوى جسم ميني كوبر وفتحات تهوئة جانبية للرفاريف الأمامية. ولكن كل هالتحسينات ما قدرت تأمن تغيير جذري للطابع الكلاسيكي لكلابمان بسبب خط السقف الجالس وغياب التصميم الديناميكي للبواب والنوافذ. ولكن بالتأكيد أمنت التميز المطلوب للفئة جون كوبر ووركس عن باقي طرازات مجموعة كلابمان. بالانتقال لداخل المقصورة، لوحة القيادة يلي بتتميز بالدوائر تتمتع بشكل جذاب مع إمكانية التحكم فيها بسهولة خاصة بوجود جرافيكس جذابين. وبتبرز الإنارة LED حول شاشة العرض ويلي بتضوي بمجرد التحكم بمدى ارتفاع صوت الموسيقى أو حتى عند ارتفاع سرعة دوران المحرك خلال القيادة بالوضعية الرياضية سبورت مود. والمساحات الداخلية واسعة مثل العادة بكلابمان مع عملانية مقبولة لصندوق التحميل، علما أنه من الممكن اختيار فتحة سقف بانوراميك إضافيا. من جهة تانية لائحة التجهيزات القياسية الاختيارية منوعة وبتتضمن مجموعة كبيرة من تجهيزات الراحة والترفيه والسلامة. والثغرة الوحيدة بالمقصورة تتمثل باستمرار استخدام بعض المواد البلاستيكية يلي بتضاعف من الجودة العامة للمكونات. ميكانيكياً ارتفعت قوة المحرك يلي بيتكون من 4 أسطوانات سعة لترين مع توربو بمقدار 75 حصان مقارنة بالمحرك السابق من جون كوبر ووركس كلابمان، وصارت تبلغ حالياً 306 أحصنة مع عزم بيبلغ 450 نيوتن متر اعتباراً من سرعات دوران منخفضة. وترافق هالشي مع تحسينات على مستوى بنية الهيكل ومع زيادة حجم وفعالية المكابح. والترانسميشن المتوفرة أوتوماتيكية من 8 نسب أمامية من دون إمكانية لاختيار أي جير بوكس يدوية. والانتقال بين نسبة وتانية بيصير ديناميكي أكثر مع اختيار وضعية القيادة الرياضية. بالنسبة للأداء، من الممكن التسارع من 0 لسرعة 100 كيلومتر بالساعة خلال 4.9 ثواني بس، علما أنه السرعة القصوى محددة إلكترونياً عند 250 كيلومتر بالساعة. وعلى السرعات العالية تتمتع جون كوبر ووركس كلابمان بثبات عالي وهي كمان متماسكة داخل المنعطفات، ولكن مع تسجيل بعض الضجيج الناتج عن الاحتكاك بالهواء على السرعات العالية. والتوازن العام بيتأمن من خلال برمجة رياضية واضحة للسسبنشن ومن خلال إطارات كبيرة قياس 18 إنش، علما أنه من الممكن إضافيا اختيار مكونات ديناميكية أكثر للسسبنشن وإطارات قياس 19 إنش. من جهة تانية بيبرز نظام الدفع الرباعي يلي بيوزع قوة الدفع على الإطارات الأربعة بتحكم إلكتروني كامل حسب الحاجة، مع إمكانية توزيع العزم بالتساوي بين المحورين الأمامي والخلفي، علما أنه الإطارات الأمامية تستفيد من ديفرنشل ميكانيكي. ومثل بغيرها من سيارات ميني، بإمكان السائق الاختيار بين 3 وضعيات قيادة مختلفة، هي جرين يلي مخصصة لتخفيف نسبة الاستهلاك
ومعدل الانبعاثات الملوثة لأدنى مستوى ممكن، وسبورت يلي بترفع مستوى التجاوب الديناميكي للمحرك والترانسميشن بالتزامن مع زيادة قساوة المقود والسسبنشن، علماً أن الوضعية الثالثة بتحمل اسم ميد، وهي عبارة عن برمجة وسطية بين الأداء المريح والأداء الرياضي. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.